مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 20 للاحد 26 اذار مارس؟ شو في عنا في هذا الاسبوع؟ هيدا اسبوع انا بعتبره اسبوع جيد لكم، مع انه رح بيكون في بدايه انشغالات عائليه، انشغالات منزليه، انشغالات شخصيه، لانه الشمس رح بتكون ببرج الحمل، وانا حكي عن هذا الموضوع في برجكم الشهري، فرجاء الدخول لبرجكم الشهري ومتابعته مجددا يلي بعد ما سمعوا. أهم شيء بهذا الأسبوع هو انتقال الشمس من برج الحوت لبرج الحمل، معلنة بذلك بداية فصل الربيع، وهذا الشيء رح بيصير تحديدا 11:30 المساء توقيت بيروت يوم الاثنين. يوم الثلاثة 21 رح بيكون في عنا تراصف بين القمر والشمس، رح بيكون في عنا قمر جديد في برج الحمل. هدي بالنسبة لكم طبعا يقع في البيت الرابع ورح احكي عنه متابعة وبالتفصيل تقريبا. خلونا نشوف كيف بده يكون هذا الأسبوع. الاثنين والثلاثة القمر ببرج الحوت، لما بيكون القمر موجود ببرج الحوت هيدي معناتها تأثيرات بعدها حلوة لإلكم، بعدها إيجابية، بعدها مسهلة، بعدها الأمور عم تمشي بطريقة لطيفة، في مجال إنه يكون في أخذ وعطاء، خاصة يوم الاثنين. يوم الاثنين هو ممتاز ويمكن يكون فعلا يوم فعلا مميز، فيوم الاثنين بشكل خاص يوم كتير ناجح، الاثنين والثلاثة ناجحين، إذا حابين تتواصلوا مع حدا، إذا حابين تحكوا مع حدا، إذا حابين توصلوا صوتكم لحدا، الاثنين والثلاثة، يعني يومين مميزين بالنسبة للتواصل، للتنقل، لكل هذه الأمور. الثلاثة المساء بيروح القمر لبرج الحمل الساعة 6 المساء توقيت بيروت، 7:30 بيكون القمر والشمس التقوا سوا، بصير في عنا قمر جديد في البيت الرابع الذي قد يمكن يحمل تقدم على صعيد عائلي، تقدم على صعيد شخصي، تقدم يعني خبر أو حدث أو تغيير كبير بالنسبة لإلكم، لكن بنفس الوقت في بعض التوتر. ليه؟ لأنه مربع مع برجكم، لذلك كونوا منتبهين مواليد برج الجدي، مش دغري تنتقدوا الناس بسبب مشكل، يمكن تكونوا أنتوا خاصة أولادكم وعيالكم لأنه بالبيت الرابع ببيتكم، لذلك بدكم طولوا بالكم. الأخبار الحلوة هذا الجو، القمر برج الحمل بيضل كل الاربعاء وكل الخميس حتى 9:45 المساء توقيت بيروت، بينتقل ما بعدها لبرج الثور الصديق لكم. القمر ببرج الثور من الخميس المساء حتى السبت اخر الليل. فترة وجود القمر في برج الثور هي فترة لإلكم، مكافأة لإلكم لترتاحوا، لتنبسطوا، لتغيروا جو، ليصير في مصالحات، أجواء رومانسية، أجواء عائلية، أجواء حلوة للشغل، نجاح، ظهرات، لتكونوا حيكون اجتماعية، اللي عنده حياة اجتماعية، الحياة المهنية، القدرات الإبداعية عندكم كتير حلوة، والنجاح من نصيبكم، خاصة للمصالحات إن كانت عائلية أو شخصية، هذا هو أو غير ذلك، هي فترة ممتازة جدا، هاي هي الفترة الأفضل هذا الأسبوع. وبدي أضيف لإلا، فيني أضيف لإلا يوم الاثنين، يوم الاثنين حتى 11:30 المساء توقيت بيروت. الأحد 26 بيروح القمر لبرج الجوزاء، القمر برج الجوزاء هو البيت السادس، البيت السادس، الشمس بالبيت الرابع، يعني في احتمال يكون وجعة راس، العلاقة بالعيلة، بالبيت، بقصص شخصية، في تعب نفسي شخصي أو صحي، فكونوا منتبهين، ما تحطوا حالكم بمشاكل، خاصة مواليد شهر ديسمبر تحديدا، مواليد 21 22 23 ديسمبر، كوكب المريخ عم بيعكسكم. من شوف مين هي المواليد الأكثر لازم تنتبه أكثر من غيرها، هو مولود 19 كانون الثاني يناير. ليش؟ لأنه كوكب بلوتو عم بيودعكم آخر لحظات عندكم، آخر دقائق عندكم، فرجاء نكونوا منتبهين. بتمنى للجميع أسبوع ناجح، نلتقي مع الأبراج اليومية الشهرية السنوية، وما تنسوا تتابعوا أيضا التوقعات العالمية. إلى اللقاء، باي باي.